يلا يا جماعه خلصونا، هنطلع على الهوا بعد 26 دقيقه. ايه سمعت ان صاحبنا ناوي يغيرك؟ يغير مين يا ابني؟ انت اتجننت ولا ايه؟ ده بعيد عن حلمه ودنه. لا بس ده بقى واصل قوي، يوصل على نفسه. لعلمك بقى دي اخر حلقه ليه هنا، وبكره تشوف. هاني شوف ايه اللي معطلنا. بيحصل يا ريس، استاذ خيرت بس بيجهز جوه. هو ايه ماله النهارده؟ حبيبك خيرت قفش عليك. ايه الجديد في كده؟ وخيرت طول عمره قفش. والله شكله هيغيرنا كلنا. والله ما هتبقى جديده عليك، ما هو عملها قبل كده في البرنامج اللي فات. لا دي تبقى راحت منه على الاخر. ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ دي اول مره تحصل دي يا ريس. انا جيت لحضرتك اهو، بس النور هو اللي قاطع. اتفرج على الايباد. لسه مش فاهم ازاي ما توقعش الضربه وهو قاعد قدام المرايه. ما فيهاش كلام اكيد الضرب والنور مقطوع. مستحيل مستحيل الضربه بالدقه دي تكون في الضربه. مش كده يا دكتوره؟ طعنة في نص الرقبة بالشكل ده وبالحرفية دي مستحيل تحصل في الضرب. احنا هنبتدي من سكينة الكهرباء. يلا يا حازم. ايه ده؟ مش عارف. ده تايمر. واضح ان حد موصله بالرئيسي عشان يعرف يقطع النور ويرجعه في وقت محدد. تايمر؟ اه. متأكد؟ طبعا. يبقى اللي بندور عليه بيفهم في الكهرباء. أكيد. ده صح. تفتكروا مين ممكن يقتل خيرت سمير؟ والله يا باشا أي حد كان يعرف خيرت كان نفسه يقتله. والله؟ اه. ما سابش حد إلا مجرد شكل. الله يرحمه كان مؤذي. اذكروا محاسن منطقكم. والله يا باشا بدور بس مش لاقي له محاسن. بعد اذنك بس يا باشا، هو في حاجه كانت ممكن تفيدكم. اتفضل. في راجل اعمال كبير اسمه شاكر عبد الله، استاذ خيرت قال اسمه في البرنامج من يومين، وقال استنوا البرنامج عشان تعرفوا فضايحه. والحلقه دي كانت المفروض تبقى بتاعت النهارده. شاكر عبد الله بتاع الرخام. طب يا رجاله مين بيفهم في الكهرباء؟ اه طبعا انا. واستاذ سعد كمان. خلصنا يا شوقي، عايزين نطلع على الهوا. بصراحة يا أستاذ اللي حضرتك طالبه ده مش بتاعي. مش بتاعك إيه يا عم أنت؟ هو أنت مش مرسوم الإضاءة هنا ما تخلصنا؟ أيوة يا أستاذ، الإضاءة حاجة وتوصيلة الكهرباء حاجة تانية. أنت هتقعد ترغي وريني. أوعى. أولاً المداخل هنا اللي عندك مخارج بس. هات المفك. اتعلم بقى حاجة من الريس يا شوقي مش كده؟ يلا يا جماعة بقى عايزين ننجز. وصل كده. ايه تسلم ايدك. بس على فكره اللي حصل ده عادي جدا، الشوقي هو اللي خايب، اي حد ممكن يعمله. تقدر تعملها انت يا استاذ بدير؟ هو احنا متهمين ولا ايه؟ انا ما بقتش فاهم حاجه خالص. دي جريمه قتل. يعني هنا انا اللي بسال، انتوا بتتسالوا بس. يلا مرة ركب تايمر على مدخل الكهرباء. كان عارف ان النور هيقطع امتى. اول ما النور قطع جري على اوضه خيرت وقتل، ورجع على هنا اول ما النور رجع. تمام. شاف الضلمه زي عشان يقتله. انت اول واحده اكتشفتي الجريمه. طيب ايه اللي وداكي الاوضه والنور مقطوع؟ استاذ خيرت بعت لي عشان اصلح له المكياج. بس النور كان قاطع زي ما حضرتك عارفه، فانا خفت لا يزعق ولا يفتكر ان انا مش عايزه اروح له، فروحت الاوضه. طب ممكن تهدي وتحكي لي ايه اللي حصل بالظبط؟ خليك واقف هنا وما تحركش من قدام الاوضه. تمام يا فندم. وحضرتك تعرف خيرت من امتى؟ من اول البرنامج، يعني تقريبا من 5 سنين. بس احنا كده بقى لنا 40 دقيقه متاخرين على البرنامج، نعتذر بقى ونقول اللي حصل ولا ايه؟
مش وقت دلوقتي. هي ناديه جت؟ مش عارف والله يا ريس. انت عارف مدام ناديه بتدخل وبتخرج بقول وراني ما بتشوفهاش. مين ناديه؟ ناديه حسني، مذيعه قديمه بتحل محل خيرت في اجازاته. طب يلا روح انت دلوقتي، لو مدام ناديه جت على ما تيجي شغل اغاني. يلا حاضر. بس انا مش فاهم يعني ازاي حد يخش ويخرج من غير ما تعرفه. اصل ناديه دي تقريبا اقدم مذيعه هنا ومعاها مفتاح الباب الوراني، وبتحل محل خيرت لما يكون في اجازه او لما يموت. غدا اول قمه من نوعها بين مصر وقبرص واليونان لترسيم الحدود البحريه وبحث العلاقات المشتركه بين الدول الثلاثه. سعدنا بلقائكم الليلة وموعدنا مع حلقات جديدة من برنامج الحقيقة مع نادي حسني وخيرت سمير. كات، انزل بالتاتي. أظن دلوقتي نقدر نستجوبها. هتفضل. شكلنا مش هنخلص من الحكاية دي. اهدي يا مدام نادي، ربنا عايز كده. ونعم بالله يا أستاذة مروة، بس موت خيرت ما كانش موت عادي. قدره، بس اكيد القاتل عمره ما هيفلت. انت شايفه كده؟ دي حقيقه مش وجهه نظر. بس اللي قتل خيرت هتجيبوه يا حضره الضابط، مش كده؟ وصلت الاستوديو امتى مدام نادي؟ لما البرنامج ما جاش في ميعاده جيت على طول. ليه؟ اصله برنامج هوا، هو عمره ما اتاخر عن ميعاده. عرفت ان خيرت اتقتل امتى؟ هاني قال لي بعد البرنامج. ما قالكيش قبل البرنامج ليه؟ اكيد ما كانش عايز يوترني قبل الهوا. مدام ناديه، ممكن توريني الباب اللي بتدخلي وتخرجي منه؟ ده الباب اللي بدخل واخرج منه. بس الباب ده في اخر الاستوديو. ايوه بس قريب من اوضتي. ايه ده؟ اوضتك اخر اوضه في الاستوديو؟ ايوه اوضتي اخر اوضه في الاستوديو. غريبه قوي مع انك مذيعه قديمه في المكان. في ايه يا استاذه مروه؟ حضرتك مش ملاحظه انك بتحاولي تستفزيني؟ على فكره بقى انا مبسوطه جدا في شغلي، كنت مبسوطه اكتر وانا بشتغل احتياطي لاكبر مذيع في البلد. مدام ناديه، انت ساكنه هنا؟ اه قريب من هنا البيت. تحب تعينه؟ مالك يا مدام عصبية ومتوترة كده، في حاجة؟ أصلي فجأة حسيت إن أنتوا بتستجوبوني. ما تكبريش الموضوع يا مدام نادية، أنت عارفة أستاذ خيرت يهمنا كلنا ولازم نوصل للقاتل. أه أكيد تحت أمركم. في أي أسئلة تانية؟ لا خلاص بقى كده مش طبيعي. لا مش هحقق لك حلمك واستقيل. أنا أقدم طلب لسيادة الوزير ننقل شغلي بالليل عشان ما اشوفش خلقتك. لا 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 يا وحياة ابوك مش طالبه هزار خالص. انا عندي قضيه عايزها تتحل في اسرع وقت ممكن. انت عارف المجني عليه مذيع واصحاب المذيعين هيجاملوه وانا مش ناقص. حاضر يا سيدي هستحمل. جايبني على ملا وشي ليه بالليل؟ بص يا ودي، في حد حط تايمر هنا عشان يفصل النور ويرجعه في توقيتات مدروسه. تايمر؟ ده شغل القسم الفني يا ده. لا 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 انا عايزك ترفع البصمات عنه بس. بس كده؟ ده انا هعملها وانا مغمض. عارف لو قلت لي من بدري كنت بعت لك حد من صبيان. طب يلا انجز انجز انجز. حاضر. اكيد كده هتوصلنا لحاجه. تاخيرك يا وجدي هو السبب. ايه ده؟ انت هتجيبوها فيا ولا ايه؟ انا طول عمري متاخر. ده معناه ان الادله اتسرقت؟ عايزك تفحص الاوضه شبر شبر، ما تسيبش حاجه. اهو ده برضه مفيش جديد. ما انا طول عمري بعمل كده. خلاص يا وجدي. كريم شايك على موبايل خيرت، شوف لي اخر اتصالاته. ما هو احنا ما لقيناش الموبايل يا فندم. ايه؟ اهم دليل يتسرق. اهم دليل. تعالى يا حسن. عسكري واحد على باب الاوضه. عسكري واحد. حضرتك انا كنت اصلا ما تبررش. حاضر. بخلي بالك. حاضر. خلي بالك.
هات لي البورتال. انت كويس؟ الحمد لله يا فندم. انت شفت اللي ضربك يا ابني؟ لا والله يا فندم. واضح اللي ضربه الضربه ديت عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. احتمال يكون نفس الشخص. واضح ان كل اللي هنا عارفين بيعملوا ايه. اللحم. ايه؟ لو معاك نمرة موبايل خيرت ده اجيب لك قراره. اعمل لك واحدة؟ لا لا متشكر. هو على حسب كلام الناس بتوع الاستوديو خيرت كان معاه موبايلين. واحد بتاع الشغل والتاني خالص محدش يعرف نمرته. لو باسمه اجيبهولك عادي من على اي شبكة. طيب يلا بقى يا بطل ورينا همتك. يلا يا عم كريم. هو انت مش ناوي ترضى عني بقى يا باشا؟ يلا يا حبيبي انت هتصاحبني. يلا يا عم كريم يلا. وفيها ايه؟ بس ما ينفعش. انت تنشن قوي وقافش كده وانا يعني كول وحركات. يلا يا عم كريم يلا يا عم كريم. حاضر. يلا حاضر. يلا عشان. يلا يا عم كريم. حاضر هجيب لك الرقم. على فكره بقى خيرت ده ما كانش عنده نمرتين. اقول بقى انك مش عارف تجيب النمر. كان عنده ثلاثه. ايه ده؟ دي نمره تليفوننا. طب متسجله باسم خيرت ليه؟ معرفش. اسال عنه هيحصل. طب انا ممكن استاذن يا باشا؟ اصلا قلبي تعبان ومش هقدر استحمل كل ده. معلش يا دير ممكن تستريح في اوضه بس استحملنا شويه. طبعا نسك. اتفضل. هو انا ممكن اسال حضرتك سؤال؟ انا اعرف يعني ان القتل بالخناجر والحاجات دي بيبقى شغل رجاله مش ستات صح؟ كله هيبان. كله هيبان. يا بنتي اهدي بقى اهدي. اكيد هيعرف يا شوقي اكيد هيعرف. بطلي التوتر ده هتفضحيني. مش توتر بس الظابط ده شديد قوي واكيد هيعرف يعني. جمدي انت قلبك بس وان شاء الله الدنيا تعدي على خير. انت ليه عملت كده اصلا؟ نعم انت مش عارفه انا عملت كده ليه؟ هي بس ما تصورتش ان الامور توصل للدرجه دي. ما تخيلتش كده ابدا. اللي حصل بقى يا رب. القاتل غرز الخنجر في رقبه القتيل بحيث انه قطع له الحبل الشوكي بضربه واحده. ايه في ايه؟ مال فيني مش عارف اشتغل يا وفاء وكلنا مش عارفين نشتغل تحت الضغط اللي احنا فيه ده. بذمتك انت عارفه تشتغلي؟ ادهم تاني. طب والله ما اسكت المره دي. تعالي يا مجنون هتعمل ايه؟ مفيش دعوه انت. القضية تقيلة المرة دي ولا ايه؟ كل القضايا تقيلة. طبعا هتفكر لوحدك. أحسن. بدل ما تكون معايا ناس تصعب عليا المواضيع. ده أنا يا أدهم؟ أنت بتسأل؟ طبعا أنت. انت عارف ايه الفرق بيني وبينك؟ اتفضل. ان انا بعرف افكر بصوت عالي وعادي ما بخافش بغلط قدام الناس. لكن انت يا ادهم بتخاف تفكر قدام الناس عشان ما تطلعش غلطان قدامهم. يا اخي اغلط يا اخي عادي. ايه المشكله؟ مش معنى لك المشاكل احنا غلطه واحده ممكن تعلق بني ادم بريء على المشنقه. انت عارف ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ ان انا بفكر وانا بتاع كشري. انا كمان بفكر يا ادهم. مش بتاع كشري يعني. مش عارف. جيب بالي. انت حتى بتاع كشري فاشل. حاضر.
الواد كريم قال لي ان التايمر ده ممكن تلاقي طريقه تركيبه على النت. طب ما ده عادي اذا كانت قنبله طريقتها موجوده على النت. اه بس كده اي حد ممكن يركب التايمر ده. يبقى كده ناقص الدافع والحفر. ابتديت تفكر. شاكر بيه حضرتك عارف انت هنا ليه؟ بصراحه شاكك. مش شاكك في ايه؟ خيرت سمير. مظبوط. ازعل قوي لو حسيت انكم شاكين فيا اللي قتلته. خيرت اخر حلقه كان هيقدمها كان ناوي يفضحك. مستني ايه من واحد زي خيرت؟ كان هيفضحك ازاي؟ اساله. فكره حلوه بس هو اتقتل. وانا ما عنديش اجابه. كل اللي اعرفه ان هو كان عاوز يبتزني ولما رفضت باعني لسامع اسمك. رجل الاعمال. اهو يفضحني وياكل عيش. يعني هو كان ناوي ياخد فلوس من سامح عصمت عشان يعمل كده. اه بالظبط. اه بس ده مبرر قوي للقتل. انا ممكن اعمل حاجات كتير جدا اكتر من القتل. وبصراحة انا كنت ناوي اعمل كده. بس قلت اصبر عليه شوية لحد ما اشوفه هيوصل لغاية فين. سيادتك مش مقتنعة؟ ابدا. يعني عايز تقنعني ان واحد زي حضرتك ممكن يسيب خيرت يفضحه وبعدين يشوف هو هيعمل ايه، وخصوصا انه خيرت له جمهور كتير. عرفتوا اللي قاتل؟ احنا لو كنا عرفناه كنت حضرتك مش هتبقى موجود هنا. بس ما تخافش الموضوع ده مش هياخد كتير. يعني ايه؟ كان في خلافات بينك وبين القتيل؟ خلافات؟ لا ما كانش في اي خلافات. الله، امال اتخانقت معاه ليه؟ مين اللي قالك؟ ايه سبب الخناقه يا بدير؟ انت عايز تمشيني؟ دي حاجة مش بتاعتك. عايز تقطع عيشه وتقول دي حاجة مش بتاعتك؟ بقول لك ايه؟ اوعى تكون فاكر ان الناس بتتفرج على البرنامج عشان خاطر سواد عيون ديكوراتك، لا، الناس بتتابع البرنامج عشاني انا، عشان خاطر الرسالة الهادفة اللي بقدمها لهم. رسالة؟ رسالة ايه يا أستاذ خيرت؟ الكلام ده تقول لحد تاني، أنا برضو بدير. لا وأقوله لك أنت وفي وشك. ما تخلينيش أتكلم عن فلوس الديكور اللي أنت بتضربها في ثلاثة. ما تخلينيش أتكلم، ما أنت خلاص اتكلمت. بقول لك ايه؟ لو قليت عقلك ولا بلاش؟ امال لو كان قلي عقلك كنت هتعمل ايه يا ابني؟ ولا حاجه. حضرتك انا الراجل بتاع كلامه بس. ده انا حتى بيغمى عليا من منظر الدم. وبعدين انا معرفش اصلا ان حد سمع اللي حصل. هو فعلا مفيش حد سمع اللي حصل. امال حضرتك عرفت منين؟ انت لسه قايله دلوقتي. صباح الخير يا مدام نادية. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ هو انتوا مش خلاص حققتوا معايا وقلتوا كل اللي اعرفه؟ وكمان ازاي عرفتي ان انا هنا؟ لا ده انا كمان عرفت ان انت زبونه هنا بقالك فتره طويله. ودي فيها ايه يعني؟ مش غريبه يا مدام ناديه ان انت تكوني منهاره امبارح من العياط بسبب جريمه القتل البشعه اللي حصلت، والنهارده جايه تعملي مساج. ما هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تخليني ريلاكس بعد صدمه امبارح. أنا آسفة إني دخلت فجأة. إزيك يا نهى؟ مالك مخضوضة كده ليه؟ قولي لي بقى بتشتغلي إيه هنا؟ حضرتك أنا هنا بقالي فترة طويلة أوي بعمل مساج. نهى أشطر واحدة بتعمل مساج هنا. مش عايزة تجرب؟ لا. بس عايزة أقعد معاكوا قعدة تانية. ممكن؟ لا مش عاجيلي ولا حاجة يا باشا. كلنا كنا عارفين إن هي تعبت صوت. من عمايله يا باشا. ده ما كانش بيكره الناس وبس، ده كان بيكره نفسه. عاوز ده كان مذيع شاطر. اه ده على الشاشه. انما اللي يعرفه على حياته. اه يعني باختصار كل الناس كانت بتتمنى موته. اكيد يا باشا. حتى انت. اه بس انا ما قتلتوش. انا ساعتها كنت في الاستوديو بظبط الاضاءه. على صوتي بظبط الاضاءه ليه؟ النور كان مقطوع. ما هو ده أكبر دليل على إني مش عارف أروح في الضلمة وأقتله.
من الطبيعي سوي ان الواحد ده يكون شغال في مكان وشبه عايش فيه بيبقى حافظه، يعني ممكن يمشي فيه وهو عينيه مغمضه، واعتقد الموضوع ما كانش صعب بالنسبه له، مش كده؟ لا مش صحيح، انا فعلا النمره اللي معايا دي كانت بتاعت المرحوم خيرت، بس ده مش معناه ان في حاجه بيني وبينه. طيب ايه اللي يخليه يجيب لك رقم موبايل؟ هو ما جابليش رقم، دي كانت نمرته القديمه واداها لي. ايوه بمناسبه ايه؟ نمره قديمه بدل ما يرميها. قديمه فاديها لك؟ هيخسر ايه؟ النمره دي كارت مش خط، يعني مش هيخسر اي حاجه. طيب يا نور ده مش هيخلينا ما نشكش ان انت على علاقه بيه. والله العظيم ما في اي حاجه بيني وبينه. هو بس هو ايه؟ بيضايقني شويه. بيضايقك ازاي؟ خيرت لا بيهش ولا بينش. مش فاهمه ليه؟ صغيره مش فاهمه يعني ايه راجل لا بيهش ولا بينش. انا عايزه افهم حاجه زي دي عرفتيها ازاي؟ الحاجات اللي زي دي بتتعرف عندنا في الوسط بسرعه جدا. انت عرفت منين؟ واحده صاحبتي كان حاول معاها ولما وافقت اتفاجئت انه كده، فاضطر يجيب لها عربية زيرو بعد كده بعدها عنه خالص. بس واضح انها ما سكتتش. هو كان المفروض يلم نفسه بدل الإحراج ده. كلنا كنا عارفين حاجة بالظبط. الخبر أصله سلنا كلنا. كنا عارفين إن خيرت عايز يغير الكرو كله، حتى البنت الغلبانة اللي اسمها نوع. بس يا سعد نوع كان معاها نمرة التليفون باسم خيرت. أيوة بس ده مش معناه أي حاجة حضرتك يعني. نوها بتحب الولد اللي اسمه شوقي بتاع الإضاءة، وبتحط القرش على القرش عشان يجهزوا نفسهم. قصدك عشان شغل سبا كمان؟ شغل السبا ده هو الشغل الأساسي. مدام نادية جابتها من هناك، لأن مدام نادية زبونة هناك من 10 سنين تقريبا. لقيت البنت دي غلبانة قوي فجابتها هنا عشان تكسب لها قرشين يساعدوها في لم الشمل. طيب معنى كلامك إن شوقي أكتر حد مشتبه فيه لحد دلوقتي؟ لا مجرد احتمال، يعني ارتباطه بنوها خلاه يستفيد من خبرتها ويعرف المكان اللي هيطعن فيه خيرت بالظبط. بس برضه ما تنساش ان خيرت هدده انه يطرده من الشغل، ده هيخليه يخسر دخله الرئيسي. لا اسمح لي يا ادم باشا، الفنانين اللي زي شوقي دولت حتى لو خيرت مش شايف مش هيغلب، هيلاقي 1000 شغلانه في حته تانيه. الشغل مش دافع للاكل الا لو في دافع تاني خالص. نوها انا هطلب منك حاجه. اتفضلي. قاعد بيفكر من غيرنا. حسام معايا. ما انا شايف ان حسام معايا، احنا ليه مش قاعدين معاه بنفكر؟ حازم تقدر تساله على فكره، ممكن تخلينا في شغلنا. خلينا في شغلنا. بقولك ايه، هو تفتكري مدام خيرت مالوش في ستات يعني ليه كان بيحاول مع نوها؟ ساعات بتبقى مشكلة نفسية، محاولة منه انه يخدع نفسه انه يقدر يأثر على الستات وانه مرغوب رغم العيب اللي عنده. طب وهي اشتكت لشوقي؟ بتقول لا، بس ممكن شوقي نفسه يكون حس بحاجة. تخيلي بقى ان شوقي ده اكتر واحد عنده دافع انه يقتل خيرت. مش هو لوحده، في حد تاني. في ايه؟ وانا متهم ولا حاجه؟ كذا تهم. الورق المزور اللي دخلت بيه النقابه. تاني حاجه احتماليه انك تكون انت اللي قتلت خيرت. شوف حضرتك قبل ما توزع اي تهم لازم حضرتك تفهم الموضوع الاول. موضوع الورق المزور؟ انا مخرج ممتاز ومحدش يقدر يقول عني اي حاجه غير الشهاده اللي دخلت بيها النقابه مزوره. خيرت عارف الموضوع ونشر على النت، مش كده؟ خلاص حضرتك بتقول اهو، اقتله ليه بقى ما دام خلاص نشر الموضوع على النت؟ ضيع مستقبلك، ده دافع مثالي للقتل. تقدر تفسر لي اعداد حلقه شاكر عبد الله اللي اختفت قبل الهوا؟ انا مخرج البرنامج ده، ولاني مخرج البرنامج ده فمن حقي اعترض على اعداد اي حلقه احس انها هتودينا في داهيه.
خصوصا لما الحلقه دي تبقى متعلقه برجل اعمال كبير زي شاكر عبد الله. دول تفضحوا على الهوا؟ ما هو كمان فضحني، اشمعنى ستي دي ومسكتي دي؟ شوف حضرتك، خيرت قبل ما يموت كان ابتدى يشوف نفسه زياده عن اللزوم، فكان لازم حد يوقف له عشان يعرف انه مش لوحده اللي يقدر يخطط ويأذي. يعني انت بتعترف انك تقدر تخطط وتأذي؟ انا مش قليل، انا ما طلعتش كده في يوم وليله، انا تعبت لغايه ما بنيت نفسي، واللي يأذيني يستحمل القتل. يستحمل القتل؟ انا ما قتلتوش. انا هقول له هو هيعرف اصلا؟ انت مجنونه يا بنتي ولا ايه؟ لما يجي مني انا احسن ما يعرف بطريقه تانية يا شوقي. انت كده هتودينا في 60 داهيه. انا تعبت، انا هقول له اللي يحصل يحصل. طب يا نهى، يا نهى اسمعي، يا ماما هتحبسينا. سعد مخرج البرنامج اللي خيرك فضحه. ما هو كمان فضحني، اشمعنى سبت دي ومسكت دي؟ ورجل الاعمال شاكر عبد الله اللي كان هيتفضح في البرنامج. انا ممكن اعمل حاجات اكتر من القتل. وشوقي اللي عايز ياخد بطاره عشان خاطر الله. اي حد يعرف خيرك كان نفسه يقتله. هو كان بيضايقني شويه. الله يرحمه كان مؤذي. وناديه المذيعه المستنيه فرصتها. كنت مبسوطه اكتر وانا بشتغل احتياطي لاكبر مذيع في البلد. وبدير اللي اتخانق مع خيرت عشان هدده بالقتل. عايز تقطع عيشه وتقول دي حاجه مش بتاعتك؟ بقول لك ايه؟ لو قليت عقلك. بقول لكم ايه؟ ما تيجوا نفكر بالعكس. يعني ايه؟ يعني ندافع عنه عشان نقلل دائرة الشك. بدير هيقتل خيرت عشان هيمشي من البرنامج؟ مش منطق، برامج كتير. هو نهى ملهاش دافع حقيقي، بالذات يعني ان قالت انه ملوش في الستات. ركز. اه بس نهى فاهمه في طبيعه جسم البني ادم بحكم شغلها. برضه ده مش دافع حقيقي. مش دافع، بس برضه مش لمصلحتها. هيبقى عندنا ناديه وشاكر وسعد. طب سعد وناديه هم الوحيدين اللي ممكن يقدروا يمشوا في الضلمه بحكم شغلهم في الاستوديو يعني. ماشي، بس حد قادر يمشي في الضلمه عشان عارف المكان ممكن يضرب ضربه بالدقه دي؟ ما تنسوش احنا لسه بنفكر بالعكس. ماشي. طب مش ممكن اللي قتل ما كانش عارف ان النور هيقطع؟ ايوه. واحدة ايه؟ ماشي. كلمي. شوقي هو اللي ركب التايمر. ايوه، ركب التايمر وقتل خيرت. لا انا ما قلتش كده. امال ركب التايمر ليه؟ حضرتك مش فاهم. شوقي عصبي. ايوه هو عصبي، دخل عند خيرت وقتل. لا والله العظيم. انت بتدافع عن مين؟ انا مش بدافع، كل اللي حصل ان انا اشتكيت من استاذ خيرت انه بيضايقني، فحلف 100 يمين انه يقف قدام البلاتو ويضربه بنوكس في عينه عشان يطلع على الهواء وعينيه ورمه. يعني شوقي قطع النور ودخل عند خيرت عشان يضربه على عينه بس، وعايزاني اصدق الكلام ده؟ والله العظيم هو ده اللي حصل. يبقى هو اللي خد سلاح الجريمه. ايوه هو اللي خد. أيوة. شوقي هو اللي خد سلاح الجريمه. هو اللي خده بس عشان يداري عليا انا. يداري عليا انا. جيت لحضرتك اهو بس. انا لما رحت لاستاذ خيرت اكتشفت انه مات، لمست الخنجر من غير ما اقصد، فشوقي قال لي ان هما كده هياخدوا البصمات ويعرفوا ان انا، فقطع النور تاني وسرق الخنجر. يعني شوقي قطع النور وسرق الخنجر بعد ما اكتشفتي موت خيرت؟ هو ده اللي حصل. لا أنا مش ده بس اللي حصل.